على حياتنا اليومية. خلينا ننتقل سوا لعند كارمن ونتابع الأبراج والحظوظ لليوم. صباحكم بالخير. اليوم الأربعاء 28 أيار مايو، يوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الجوزاء. اليوم القمر والشمس بيلتقوا سوا بتمام الساعة 10 إلا تلت المساء بتوقيت بيروت، وبيبقى القمر موجود ببرج الجوزاء فترة 3 أيام. أجواء رائعة للأبراج الهوائية الجوزاء الميزان وأيضا للدلو. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع أول برج برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، في عجقة، في حكي، في أخبار بدك تحكيها، يمكن بتسمع أخبار كثيرة. الأجواء إذن عاجقة وولعانة وبتقدر توصل اللي بدك إياه. أما المولود الأوفر حظا فهو 17 ل19 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور الأجواء عندك كتير حلوة، كتير إيجابية، معقول يكون عندك ربح، معقول تسمع كلمة تقدير وتشجيع. من الأيام يلي بتسمح لمولود برج الثور يبلش يفكر كيف بده يستثمر بوقته أو كيف بده يستثمر مصرياته. الأجواء داعمة بجميع الأحوال ومش بس اليوم، الثلاث أيام اللي جاي. وبيبقى المولود الأوفر حظا نسبيا هو مولود شهر نيسان أبريل. بنكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء يمكن نطرت صار لك 30 يوم ناطر، زهقت، مليت، جرت من الأمر الواقع. ابتداء من اليوم في بداية، في حلحلة، في بداية لصفحة مختلفة، لقرار ولخطوة معقولة تتاخد أو أنت بتتاخدها بهالثلاث أيام. إذا في حلحلة، في جو حلو مشرق، وعلى الأرجح في بالنسبة لك مشروع جديد. وبعتبر مواليد شهر أيار مايو هي الأنشط، بما أنه اليوم القمر بعده عم بلش ببرشك وبالتالي أنتو الأنشط. بنكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان ما تنتظر جواب اليوم، إذا مفكر إنه اليوم بدك تسمع خبر بيرضيك أو بيعجبك بتكون مغلط كتير. مش بس اليوم، ثلاث أيام ورا بعضها الأجواء رح بتكون كتير بطيئة، كتير مملة، ومعقولة تحمل تراجع، ومعقولة تحمل زعل أو خيبة أمل. إذا حاول ما تقوم بأي عمل مهم هالثلاث أيام بشكل خاص 5 إلى 8 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد نجمك كتير حلو بهالأيام، نجمك جيد، نجمك متألق، هنالك إشراقة حلوة، وجهك بتحسه هيك عم بيضوي والناس بتفرح فيك. الأجواء جيدة جدا لكل النشاطات الاجتماعية وغيرها، وبيبقى المولود الأنشط 7-8 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء وكأنه في تغيير بحياتك، كأنه في توجه جديد، كأنه في نظرة مختلفة أو قرار أو قناع يسقط، في ماسك بيوقع وتكتشف الحقيقة. يمكن حقيقة شوي صعب عليك لكن في تحرك جيد بالنتيجة رح بيكون لصالحك. الأجواء فيها توتر، فيها اضطراب، لكن مش بالضرورة أبدا تكون سلبية، وبعتبر 5-6 أيلول سبتمبر الأكثر حظا. بنكمل مع برج الميزان. من أجمل أيام الشهر مولود برج الميزان، ما عندك أي عذر لتتشكى، تتباكى، تنزعج، تتزمر. الأجواء بين اليوم ونهار الجمعة رائعة، العلامة 10/10، بيبقى الباقي عليك، يعني الحظ لجنبك 100%. وبعتبر المولود يلي لازم يشتغل على حظه أكثر هو 8 و9 أكتوبر تشرين الأول. وبالرغم من هالجو الحلو كونوا حذرين جدا جدا، 1-4 أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب يمكن كنت مزعوج باليومين اللي مرقوا، صار في خلاف، صار في جدال، حدا سمعك كلمة، ضايقتك، جرحت لك كبريائك. اليوم في مجال لحتى تطوي هالصفحة، في مجال لحتى نوعا ما تنساها أو تحطها وراك، لكن مطلوب منك أنه أنت تلاقي الطرف الآخر في منتصف الطريق. أوراق، معاملات تشتغل عليهم وما تهملهم بشكل خاص 10-11 نوفمبر تشرين الثاني لأنك الأقل حظا. بنكمل مع برج القوس. مولود برج القوس اليوم بكره وبعد بكره، ثلاث ايام ورا بعضها، فينا نقول عاصفه فلكيه ببرجك. يعني الشخص اللي بتحبه، الشخص اللي انت مصدقه، الشخص اللي عطيه الثقه يمكن يخذلك، وبالتالي هالشي معقول يسبب لك توتر، زعل وخلاف. الاجواء ما بتسمح لمولود برج القوس انه يتفلسف
أو يكون صريح كتير أو يوجه انتقادات. يلي الشغلة الوحيدة اللي فيك توجهها هي الكلمات الحلوة، ويمكن حتى بهالحالة بيفهموك غلط. الأجواء متقلبة جدا خاصة على مواليد نوفمبر تشرين الثاني. نوصل لبرج الجدي. شغل قد ما بدك مولود برج الجدي، ما في راحة اليوم، لا اليوم ولا بكرة ولا نهار الجمعة. الأجواء منا متوترة لكن شغل كتير، الحمل كله عليك، كل شيء بدك تعمل، بتلاقي حالك من أول نهار لآخر نهار عم تركض ميلي لميلي ومنك مخلص، ولا بكرة ولا بعد بكرة. ثلاثة أيام شغل فعمول حسابك. أمور صحية بدها انتباه وضرورة لحقها. الأكثر تعبا 4/5 و6 كانون الثاني يناير. منكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو، أنت من المحظوظين، من الأبراج الحلوة المهضومة المحظوظة، وما عندك أي عذر لتقول إنك أخطأت أو إنك فشلت. اليوم وبكرة والجمعة من أجمل الأيام، حظوظ على مد عينك والنظر، بغض النظر عن عمرك وشغلك أو ما بتشتغل، ما بتفرق، اشتغل على حالك بهالثلاث أيام والفرصة بتكون لألك. الأكثر حظا مواليد كانون الثاني يناير. منكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت، ثلاث ايام القمر رح بيكون موجود بالبيت الرابع عندك، يعني وكانه الحظ او النصيب او القدر عم بيقول لك اقعد بالبيت وشوف شو لازم تعمل. يمكن يطلب منك الظرف انك تقعد بالمكتب وما تتحرك، لانه في قضيه شخصيه، مساله شخصيه بالشغل كمان بدها اهتمامك، مش بس اليوم، ثلاث ايام ورا بعضها. فما تنزعج وتتضايق وتهمهم وتتذمر، هيدا المطلوب منك، في شيء ناقص لازم تكمله تخلص منه. بعد عن المشاكل بجميع الاحوال خاصه مولود 26/27 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم في قمر جديد عندك، وكانه عم بيقول لك في ضوء ضوى وعم بيدلك على الطريق، طريق جديده، في عندك مسار جديد، صفحه جديده، هنالك تقدم، هنالك تطور، وهنالك مساعده بهالسنه الجديده. حزيران يونيو اكتوبر تشرين الاول وشباط فبراير هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي.